كي داير العيشة في بروكسل؟ خويا معذبة العيشة، تيضربونا ولاد بلجيكا وعربة تيدونو لينا فلوس عربي يعني هادو عربي يعرفوا قلت بلادك عربي داو لي مليون دابا انت اللي فهمت منك دابا انت كتفضل تعيش في بلجيكا على تفضل على تعيش بلجيكا هذا الموس هنايا تبغي تموت هنايا انا وقعنا الموس هنايا تمشينا 21 يوم ديال الطريق في اليونان في اليونان كتخرج لبلغاريا ولا غير جبال ضربنا جبال واحد السيمانه وفالتالي بقينا ماشيين لوتور جنب لوتور كاين واحد شحال فوق جيت من المغرب دابا شي شهرين وانت عاد جيت من المغرب عادي يعني راه مازال التشين ديال البركان مازال يعني واش حركتي في الباطيره ولا لا جيت في الباطيره يعني في الفوتي وي واش خلصتي بزاف اه شحال خلصتي؟ 12 المليون 12 المليون انا نتمنى ندير شي حاجه شي مشروع في المغرب بديت شي حاجه صغيره عندي تما في المغرب ما شاء الله وكاين شويه الصعوبات كلنا خرجنا من بلادنا وحنا كارهين كاين اللي هرب من الفقر وكاين اللي جابته حب المغامره والاستكشاف وكاينين بزاف اللي ضاقت عليهم الدنيا وبان لهم الوطن بحال شي صندوق صغير ما تساعدش فيه الاحلام الكبيره ديالهم والاغلبيه ديالنا جاو غير بشكل مؤقت او لا هكذا كانوا تيظنوا قالوا غنخدموا ونجمعوا شويه الفلوس ونرجعوا للبلاد ونعيشوا مع الحباب ولكن دازت السنين وجرات معاها الشباب والقوه ومنين تلفتوا لقاو راسهم شيوخ كبار مكونين أسر ووالدين ولاد وحتى الوالدين علاش كانوا عوالين باش يرجعوا للوطن ماتوا اش بقالك لا هنا ولا تما الإحساس بالغربة وانت في بلادات الناس والإحساس بالغربة وانت في بلادك حتى الولاد تيكبروا ويمشيوا ويخليوك بوحدك جالس كل ليلة كتطل من البالكون على الناس والزحام وكتسنى وقتك فوقاش غادي تجي الموت ويرجعوك في صندوق الخشب باش يدفنوك تما حدا الوالدين ومن سخرية الأقدار تنغادروا الوطن في صندوق الخشب اللي هو الفلوكة وترجعوا له في صندوق الخشب اللي هو التابوت وكأننا بعنا الحياة ديالنا بشوية الأورو وربما شي دويرة أو قطعة الأرض اللي غادي تبقى للورثة فالله معاك يا غريب السلام عليكم خويا مغربي جزائري مغربي مشرفين خويا عندي السؤال اليوم عندنا في القناة هو علاش خويتي البلاد عندك ثلاثة اقتراحات اقتراح الأول هربتي من الفقر اقتراح الثاني الزيغة اقتراح الثالث حب المغامرة أو لا عندك أنت الجواب ديالك بوحدك ودي مجموعة فيهم كل شيء الثلاثة اللي قلت أنت الفقر ها والمغامرة درناها جينا من الطريق ديال المغامرة بتركيا أم تركيا جيتي ما شاء الله عام ديال الطريق ميدان وجبال وتكرفيس مهم كل شيء فات بلاتي خويا أنت تبارك الله ما شاء الله معاك هضر مع عمر عمر انا عبد الرحيم شرفين امني امني انت وقيلا كنا نتاونات انا يا جبلي ريف جبلي ريف ما شاء الله يلا دابا حوت ليا خويا شنو كنت كدير في المغرب تاعك انا قرينا ما جابش الله وكملنا القرايه وخرجنا من القرايه موراها بدينا كنخدموا يعني مره تخدم مره ما تخدمش راك عارف المغرب اي ماشي ساهل دائما خدام اي كاينه وبالتالي جاتنا ديك الفكره ديال الغربه يعني زعما كنت عندك من صغرك كتشوف بن لا المهم بداتني فكرة الغربة من 17 عام 17 عام صافي كتشوف بنادم جاي بطوموبيلة واعرة كتشوف بنادم جاي لابس مزيان الفلوس هذاك وصافي كاين شي واحد يهرب من هاد العيشة
ودابا شحال هادي وانت جيت شحال دابا انت هنايا؟ شي هكاك شي 4 سنين. 4 سنين؟ اربع سنين. قول الصراحة ندمتي؟ ما ندمتش والله ما ندمتش. ما ندمتيش؟ ما ندمتش. ولكن اسمح لي انا خصك تصبر شوية وفي التالي كتفاجئ. خصك تصبر وتكرفص، راه ماشي هتجي هدير دير المستقبل ديالك، دير الوراق، دير هذيك، ضروري شوية ديال التكرفص. شنو اللي كنتي كتصوروا تما على اوروبا وما لقيتيهاش؟ باش كانت عندك شي فكره، كان عندك واحد الحلم نتايا؟ كنا كنتخايلوا اوروبا فيها كلشي ساهل. واش جيتي؟ كلشي تجبرو ساهل. بالتالي ما كاين. على خصك دابا بحال المغرب. الا ما خدمتيش ما تعيش. الا ما خدمتيش ما تخلصش الكرة. يعني الرسالة باينة. ما تاكل، ما كاينش اللي عقل عليك هنايا. تبارك الله عليك. وكيفاش رجع لي غير ديك الطريق ديال تركيا؟ انا هذيك اللي صراحة شوكاتني، عام ديال الطريق دزتي على شي 12 دولة كنظن على الأقل ولا 11. بزاف من 12. ياك انا دزت الطريق ديال اللي كدير الطاليان ما كتبش، ورجعت الطريق اللي كدير النمسا المانيا. وطلعت على النمسا؟ مشيت مشيت شوف، بديت من تركيا، اليونان، البانيا، مونتينيغرو، البوسنه، دخلت كرواتيا، مر كرواتيا، مشيت لسلوفينيا باش ندخل الطاليان. بديت كنجرب ديك الطريق ديال كرواتيا سلوفينيا الطاليان، شي 9 محاولات والو. كيفاش وكيفاش 9 محاولات؟ شنو كيوقع باش كترجع؟ صافي كيشدوك، الا شدوك السلوفينيين كيرجعوك الكروات، والكرواتيين كيديو كلشي اللي عندك، التليفون، الحوايج، كيخليوك حتى الصبر دينا حيدوها لك، كيرجعوك للبوسنه. صافي البوسنه ما كيرجعوكش اللور. وكتبقاو في الغابه؟ وكتبقاو في الغابه؟ شنو كتمشى في الغابه؟ لا يعني ملي كيردوك دابا انت كتبدا كيردوك للبوسنه. اها البوسنه كيردوك منطقه حدوديه. الساعات كتمشي للبوسنيين مسلمين كيتعاملوا معاك، يعطيوك تهضر في التليفون، يعطيوك يقدر يعطيوك حوايج، يعطيوك فلوس. شكرا خوتنا المسلمين البوسنيين، شكرا بزاف. البوسنيين كاين تماك دول البلقان فيهم مسلمين بزاف، عندك البوسنه والهرسيك، عندك البانيا، كوسوفو، ديك مونتينيغرو، هادو كاملين مسلمين. ودابا انت دوزتي ديك التكرفيصه ديال الطريق عام، الا رجع الوقت واش ترجع دير ديك العام ديال التكرفيص اولا ما ديروش؟ لا لا والو. يعني باش كتنصح الشباب اللي باغيين يدوزوا على تركيا دابا هضر معاهم، شوف الكاميرا عافاك وهضر معاهم. ديك الطريق ديال تركيا دابا تزيرات بزاف. مي كنا حنا تما كيشدوك الى رجعوك اليونانيين ولا البلغاريين لتركيا، صافي كترجع تعاود. دابا الى شدوك ورجعوك هذيك، كيرجعوك بلا تليفون بلا والو، كتبقى تال في الغابه كيشدوك تواركا. الى شدوك تواركا صافي كيديوك للكامب، واحد بحال ملجا، حبس مغلوق. حبس مغلوق. خاصك تجيب باسبور ديالك باش يردوك للمغرب. كيردوك للمغرب صافي، خصك ريحله الاولى، اما تصدق لك اما ما تصدقلكش. حنا اللي كنا تماك كانوا كيشدونا صافي، ملي كيرجعونا لتركيا كنمشيو عاوتاني كندبروا فلوس يصيفطوا لنا. بشحال بشحال كيدوزوكم من تركيا على هذاك الواد؟ واحد الواد كتقطعوه؟ لا استنى، الواد بشي 100 اورو. 100 اورو كيدوزك الواد صافي، انت كتكمل اليونان كتدوز يعني انت كتكمل. حنا تمشينا 21 يوم ديال الطريق في اليونان. في اليونان كتخرج لبلغاريا ولا غير جبال؟ ضربنا جبال جبال واحد السيمانه، وفي التالي بقينا ماشيين لوتور، جنب لوتورود كاين واحد الطريق بحال بيس جنب لوتورود كتبقى ماشي. انا سمعت كاينين الناس اللي كيموتوا في الطريق تما. ماتوا بزاف. عاد كيفاش هذه واحد الشهرين واحد الدري من الناظور مسكين تقطعوا له جوج اليد رجليه. باش كيموتوا باش؟ واش بالبرد؟ واش باش كيموتوا؟ بالبرد. يقدر هذيك العسكر ديال اليونان كيشدوك يرميوك في الوادي، الا ما كتعرفش تعوم صافي تهبط بحال الحجره. ويشوفوا كتغرق وما يعقلوش عليك. هما كيقتلوا بنادم عاد يشوفوا كتغرق. لا حول ولا قوه. هما كيعذبوا بنادم باش ما يرجعش. دابا الا شدوك هذاك كيعطيوك العصا يضربوك حتى وزهرك، تقدر طيح في شي وحدين اللي كيتعاملوا ما يضربوش، باش هذيك الضرب كيخليك باش ما ترجعش دير رحله واحده اخرى، ما يرجعوك لتركيا ما ترجعش. كيندموك باش ما تعاودش ترجع. باش ديك الساعه صافي ملي كيطلقوك لتركيا كتقطع البلاد كديرك. خويا بغيت نسولك واحد السؤال اخر. سول. دابا انت في المغرب واحد الشخص دابا يطيح في دماغك، الا عندك الامكانيه تهزو وتجيبو لهنا شكون؟ بزاف الدراري. بزاف. واحد الدري ولد خالتي راه واعد مشى هذيك الطريق، راه شدوه شدوه، راه دابا في ديك الكامب ديال التوارك. ها يعني دابا سبحان الله العظيم سولتك ما قلتيليش نجيب امي ولا با، قلتيلي هضرتي على الدري. الله يرحمه الوالده. الله يرحمه. وما تجيبهاش لهنا، حيت هنا اوروبا راه بزاف د الحوايج، تمشى مع امك هكا في الزنقه تشوف شي لقطه. يعني ماشي ديال هذيك. الله يرحم والديك. هذيك صعيبه شويه. كنشكرك اخويا بزاف وتبارك الله عليك، انت فريمون انسان تحترم على المجهودات اللي درتي. الحياة حتى واحد ما جبرها سهلة، خصك تقلب على رزقك، البلاد إلا ما عطاتكش خصك تخوي. ولكن اسمح لي دابا أنت قلتي واحد الهضرة زوينة،
هذا بعد قلتيها للدراري اللي باغيين يحرقوا ولا انا بحال المغربي الا ما عرقيتيش وما جبتيهاش بسمانك وتطير الوقت ديالك هنايا الوقت كيطير 4 سنين دابا انا 4 سنين وانا هنايا بحال مازال كنتخيل النهار اللي جيت من المغرب طلعت لتركيا بحال البال ودرتي الوراق ولا مازال مازال يجيبهم الله ان شاء الله مازال يعني الوراق ماشي بداك السهوله الوراق ماشي بداك السهوله اللي كيتصوروا الناس الوراق كيبانوا بساهلين في المغرب قبل كتطلع دير كما كيقولوا لنا دير 3 سنين صافي اسبانيا دير الوراق ولكن كاين واحد الخبر زوين عندي لك هنايا واه اخبار انا ديك ديال التسويه الجامعيه ديال اسبانيا واش كدير هنا ها اش كدير هنا ورا داير بروفات مازال ما طبق القانون واخا هكا خصك تعرف واحد الحاجه راه ملي كيبغيو يديروا التسويه الجامعيه في اسبانيا كيسدوا الحدود يعني صعيب باش ترجع لها عندي شهاده السكنه عندي كلش ايوا خصك ترجع في اسرع وقت قبل ما يسدو خويا نسيت السميه ديالك عمر خويا عمر تشرفت بك شكرا بزاف تبارك الله عليك بارك الله فيك الله السلام عليكم خويا مغربي متشرفين عندك واحد السؤال انا يوتيوبر كنسول اسئله في الشارع السؤال اليوم واش انت خلقيتي في البلاد ولا خلقيتي هنايا لا خلقت في المغرب ما شاء الله فين مدينه الناظور تبارك الله عليك ريفي اذا كتهضرت عربيه الحمد لله نسولك علاش خويتي البلاد عندك ثلاثه اقتراحات الاقتراح الاول من الفقر الاقتراح الثاني من الزيغه كتعرف شنو هي الزيغه اوكي دابا نفسرها لك الاقتراح الثالث حب المغامره كتبغي تغامر تعرف ثقافه جديده علاش خويتي البلاد؟ الفقر والمغامرة الفقر؟ يعني ما كان يعني بغيتي تحسن الأحوال ديالك المادية تقدر تزيد توضح؟ الحالة ضعيفة الخدمة ما كاينش في المغرب المستقبل والو أنت قريتي في المغرب؟ قريت ولكن ما كملت حد فين وصلتي؟ حدي السابع وشتي بان الخدمه ما غتلقاهاش ما غنلقاهاش وقلت الله ما نخوي البلاد حسن لي ما شاء الله وانت يعني فاش جيتي شويه الا بغيتي اوكي وانت منين جيتي يعني واش جيتي حارق ولا جيتي بالفيزا؟ لا جيت حارق بحال اغلبيه الناس ويعني واش حركتي في الباطيره ولا؟ لا جيت في الفوتي يعني في الفوتي؟ وي واش خلصتي بزاف؟ شحال خلصتي؟ 12 المليون 12 ودابا بزاف الناس غيقولوا شنو سميتك بعدا؟ عزتي خويا متشرفين خويا عزتي ما شاء الله مازال كتبان لي مازال صغير 19 عام هي هذيك جبتها لك هي هذيك خويا عز الدين 12 مليون وانت 19 عام انا كنظن حتى الجمهور معايا غيكون ربما كنت درتي بها شي مشروع في المغرب كنظن غادي يكون احسن من هنايا لا ها؟ واخا درت المشروع ما غنخدمش تما انا باغي نخوي البلاد هاك يعني انت الرغبه ديالك كانت هي الهجره نخوي البلاد وانت كنت كتشوف اوروبا بواحد الطريقه واش لقيتيها كما كنت كتشوفها داكشي اللي كنت كتحلم به هكا لقيتيه جيتي ديريكت لبلجيكا جيت ديريكت لبلجيكا وعجباتك زوينه ما نادمش لا الا جبت 12 الا جبت دابا 12 مليون عطيتها كترجع واخا تعطيني مليار ومرة ما شاء الله هذا جواب واضح وعلاش اخويا البلاد قبيحه لهذ الدرجه؟ ما غنرجعش ياك وفاش كتنصحوا لهاد حومتك تما في الناظور؟ اوروبا تقول لهم اجيو اصلا الخاوي واش ما بقات ما بقى وغرج الكبار لك ما بقات ما حتى واحد كلشي جا يعني انت كتقول لي في حومتك اغلبيه الشباب كلشي جا لهنا يعني داكشي على بطبيعة الحال دابا انت ملي غتشوف ولاد عمتك كلهم جاو غتجي حتى نتايا والدراري الصغار غيطلعوا شي شويه كبروا غيجيو حتى هما خويا شكرا وبارك الله فيك على الاجوبه تبارك الله عليك السلام عليكم خويا مغربي نعم اخويا مغربي خويا عندي واحد السؤال عافاك واش انت خالق هنايا ولا انا جيت صغير ولكن كنكون في الالمان يعني انت ماشي ولد انا انت ولد المانيا ولد المانيا ايوا اوكي واليوم جيت هنا لبلجيك علاش جيتي لبروكسل؟ شو كومبرا باش تقدا شويه اوكي اليوم عندنا واحد السؤال في الشارع نعم تفضل اخويا انا كنسول الناس نورمال اللي جاوا من المغرب نعم
علاش خويتو البلاد ولكن الناس اللي خالقين هنا ولا اللي جاوا صغار السؤال ديالهم واش تقدر تعيش في البلاد؟ نقدر بيان سور، انا عندي البلاد احسن من اوروبا، ودابا حاليا كنكثر البلاد اكثر من المانيا. يعني انت واخا كبرتي في المانيا كتمنى تعيش في المغرب؟ كنتمنى نعيش في المغرب، وكنفوت الوقت ديالي بزاف في المغرب. ما شاء الله. في فين المدينه نتايا؟ انا في العروين. الناظور. اوكي. وكتهضر العربيه شويه مزيان؟ ايوا الحمد لله. كنشوف انا كتشوفني مزيان. يعني علاش عجبك المغرب اكثر من المانيا؟ علاش اختاريتي يعني المغرب؟ الكولتور ديال المغرب ماشي بحال المانيا، يعني الحرية، الهواء، الجو، العائلة، العائلة، ومهم المنظر ديال المغرب ماشي بحال ديال المانيا. يعني وشنو ناقصك باش تمشي للمغرب؟ المغرب دابا حنا انا نتمنى ندير شي حاجه، شي مشروع في المغرب. بديت شي حاجه صغيره عندي تما في المغرب. ما شاء الله. وكاين شويه الصعوبات مع كاين شويه الصعوبات. فاش لقيتي الصعوبات؟ فاش؟ بحال مثلا الاوراق والمسائل الاداريه، خاصة الإدارية. كان شي حاجة، شي حوايج مثلا بلاد يمشي يقضي الغرض ديالو يقول لك حتى غدا تولي، وغدا تولي عاود تقول لك مثلا شي وثائق أخرين، يعني ماشي بحال الوثائق اللي قال قبل. وفي ألمانيا كيفاش كيدوز الأمور حتى هي هكا؟ في الألمان لا، في الألمان تما هو الفرق بين المغرب والألمان. الألمان تمشي بلاد يقضي الغرض ديالو مثلا الوثيقه اللي بغيت يعطيها لك تماك، ولا يقول لك شي حاجه تجيبها له ويعطيك المسائل ديالك. المغرب شويه تماك شويه الخلافات في المغرب. يعني دابا انت على ما فهمت انايا انت باغي كتحماق على المغرب. ايوا. ولكن الاجراءات الاداريه هي اللي كتعطل شي حاجه. ايوا. وان شاء الله نتمنى يكون هذاك الشيء يتحسن هادشي احسن. ان شاء الله بلادنا زينه ان شاء الله، ورجعوا لها كاملين وديروا مشاريع انت ان شاء الله تما، وخدموا الشباب ان شاء الله. ان شاء الله. مع من كنهضر؟ شنو سميتك؟ بغداد. خويا بغداد شكرا. الله يحفظك. شكرا ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وسلم على الناس بالريفيه. السلام عليكم. مش جام خشنو مليح ان شاء الله، تيمارا مليح، مبروك عيدكم ان شاء الله، الصحه هنا ان شاء الله. شكرا شكرا، تبارك الله عليك. شكرا، السلام عليكم. شوف هذا الاخ هذا اللي جالس هنايا باين مغربي. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. مغربي جزائري؟ منين انت؟ مغربي. مغربي. كتهضر العربيه شويه؟ كنهضر. خلقتي هنا بلجيكا ولا في المغرب؟ المغرب. خلقتي في المغرب. وخويا بغيت نسولك واحد اليوم، انا يوتيوبر كنسول اسئله في الشارع. علاش خويتي البلاد؟ واش من الفقر اولا غير الصيغه اولا حب المغامره؟ هي جات ديك حب المغامره. لما انا جيت لهاد البلاد زعما بحال اللي عجبتني، لقيت فيها الراحه ديالي. المغرب راك عارف، المغرب فيه الازمه، فيه كثره الغلاء، فيه بزاف ديال الحاجات. خدمه لما كنت كنخدم القرايه، انا ما كنتش كنقرا، ما عنديش مع القرايه. جيت هنايا كصدفه. انا الوالده ديالي زعما درت هكا صافي داتني معها. انا داك الحب ديال هنايا بحال اللي كبر فيا. زعما نقول لك من الصغر كنت كتحلم باوروبا. وي، ولكن ماشي على نجي حارق ولا نجيب بالوراق ديالي قانوني. جيتي قانوني؟ وي جيت قانوني انا لهنايا. شو سميتك بعدا؟ توفيق العام. خويا توفيق. 19 عام 18 عام؟ لا 16. مازال صغير تبارك الله ما شاء الله. ويعني انت قلتي جيتي بالفيزا، من المدينه انت جيتي؟ انا جيت من الناظور. من الناظور؟ ولكن انا بركاني. كتهضر حتى الريفية إذا؟ وي صورت نجاح. أنا ما كنهضرش، اسمح لي والله. معليش، كنهضر فيه. تبارك الله عليك. ودابا هنا شنو كدير هنا في بلجيكا؟ هنايا كنستنى باش ندخل نقرا، حيت إن شاء الله جيت معطل. شحال فوقاش جيتي من المغرب؟ دابا شي شهرين. وأنت عاد جيتي من المغرب؟ عاد جيت. يعني راه مازال التشين ديال البركان مازال مازال في كرشك. أوكي. وعجبتك بلجيكا؟ بزاف. بزاف حسن بالمغرب على 100000 درجة. شنو اللي حسن؟ شنو اللي تبدل عليك؟ الأجواء ديالها، الناس ديالها ظريفين، زعما هذاك الجو ديالها، هذاك كتشم ذاك الهواء ديالها. هنا كتحس راسك ما راكش وحيد، راك معك مغاربة. كاين المغاربة بزاف، هنايا المغاربة اللي كاينين هنايا حسن ظريفين زعما.
فيهم الكرم فيهم الجود. نيا كاينين غريه فعاود حتى هما مزيانين الرياض. علاش المغاربه ما فيهوش الكرم والجود اللي في المغرب؟ لا ايوا تما كاين يتهضر معاك يلصق فيك يقول لك انت حتى في المغرب الناظور احسن زعما مزيان وبركان بجوج بيهم والله. وتحيه البركان وتحيه الناظور. شكرا تبارك الله عليك خويا. كنتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ما تنسى تدخل القرايه ديالك وحاول تجيب دبلوم واعر. انا القرايه ما عنديش معها ولكن فوتبولر. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وانتظروا الجزء الثاني في الايام المقبله ان شاء الله. هذه قناه الغربه تحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.